أحبابي طلاب الصف الخامس في مدارس هبة الله، نستكمل مع بعضنا البعض شرح مادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول، ونصل لشرح الدرس العاشر وهو بعنوان صفات الرسل عليهم السلام. بداية نذكر الصفات بشكل عام، ثم ننتقل إلى شرح كل صفة بشكل منفرد. أولاً، صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام: العصمة، الأمانة، الصبر، والرحمة، والصدق. سنقوم الآن بشرح كل صفة بشكل. نبدأ الآن بشرح الصفات واحدة تلو الأخرى. نبدأ بتعريف العصمة. العصمة هي أن الله تعالى حفظ الرسل عليهم السلام من أن ينسوا شيئاً مما أوحاه الله تعالى لهم، وكذلك حماهم من الكفر والشرك والذنوب الكبيرة. إذن العصمة مقسومة إلى قسمين: أولاً الحفظ مما أن ينسوا شيئاً مما من الوحي. كما نعلم النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتهي جبريل من تعليمه آيات القرآن الكريم يكون قد حفظها مباشرة بأمر من الله تعالى، وكان جبريل في كل عام يراجع للنبي عليه الصلاة والسلام حفظ القرآن الكريم ويسمعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتأكد من حفظه الصحيح التام السليم للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضاً الجزء الثاني من العصمة أو القسم الثاني: حماهم الله تعالى من الكفر والشرك والذنوب الكبيرة حتى قبل أن ينزل عليهم الوحي. مثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام، قبل أن يصبح نبياً كان يستنكر عبادة الأصنام التي يصنعها والده، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه جبريل عليه السلام لم يكن يؤمن بالأصنام، كان يستغرب كيف أعبد صنماً صنعه الناس، كيف أتقرب إليه وأنا صنعته، فكان يرفض عبادة الأصنام، وكذلك لم يشارك الناس بأي معصية أو ذنب، لم يشارك في أفراح قريش التي كانت تقام في مكة، لم يشارك في حفلاتهم حتى يعصمه الله ويبعده عن الوقوع بالذنوب الكبيرة. وجعل الله عز وجل عصمة الأنبياء لهدف، لأنهم قدوة للناس في طاعة الله تعالى وفي أخلاقهم. كيف يكون النبي قدوة وهو في يوم من الأيام نفرض أنه عبد صنماً أو سجد لصنم، سيقول الناس كيف أعبد أو كيف أؤمن به وأعبد الإله الذي يدعو له وهو في يوم من الأيام عبد صنماً أو شرب خمراً؟ إذن عصمهم الله عز وجل من الوقوع في الذنوب حتى يكونوا قدوة للناس عز وجل في طاعتهم لله وفي أخلاقهم. نصل للحديث عن صفة الصدق، وهو أن الرسل لا يكذبون، كلامهم كله صدق. ومن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن ينزل عليه جبريل عليه السلام كان معروف عند قريش بالصدق. الأمانة، وهي تبليغ دين الله تعالى كما أنزل عليهم من دون زيادة أو نقصان. إذن أن يكون النبي أميناً لا يزيد على ما نزل عليه من الوحي، ولا ينقص منه شيئاً، يبلغه للناس كما هو. وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالأمانة قبل نزول الوحي، فكان يعرف عند قريش بالصادق الأمين. نصل إلى صفة الصبر، وهو تحمل المشاق والأذى الذي تعرض له الأنبياء من أقوامهم. فقد تعرض الأنبياء إلى أذى عظيم من أقوامهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام تلقى الأشواك في طريقه، كان يوصف بصفات لا تليق به، بالكاذب، بالساحر، بالمجنون، بالشاعر. صبر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأذى.
سيدنا موسى عليه السلام لقي أذى عظيم من فرعون ومن قوم فرعون وصبر على هذا الأذى. سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وصبر على هذا الأذى. كل الأنبياء تعرضوا إلى الأذى من أقوامهم وصبروا عليه، ويضرب المثل في صبر سيدنا أيوب عليه السلام. إذن الصبر هو قدرة الأنبياء على تحمل المشاق والأذى الذي تعرضوا له في سبيل نشر دين الله عز وجل وتبليغه للناس. صفة الرحمة وهي العطف والرقة في تعامل الأنبياء مع الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الناس بلطف ورقة، كبارا وصغارا، شيوخا وشبابا، رجالا ونساء، يعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام بلطف ولين ورقة. نصل إلى سؤال: لماذا يجب أن يتصف الأنبياء بصفة العصمة؟ كما قلنا في التعريف، لأن صفة العصمة، لأن الرسل قدوة للناس في عبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. السؤال الثاني: تعد صفة الصبر من الصفات المهمة عند الرسل، وذلك لأنها تساعدهم على تحمل الأذى من أجل تبليغ دين الله تعالى. إذن هذه الصفات التي يتصف بها الأنبياء والرسل. نصل الآن إلى حل الأسئلة في صفحة 55. هنالك جدول، هذا الجدول ذكرت به آيات من آيات القرآن الكريم، وطلب منا أن نكتب صفة الرسل الدالة عليها الآية. الآية الأولى: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وصدق، إذن صفة الصدق. الآية الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الصابرين، إذن صفة الصبر. فبما رحمة من الله لنت لهم. ذكرت كلمة الرحمة، إذن تدل على صفة الرحمة. الآية الأخيرة: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. إذن ذكرت كلمة أمين تدل على صفة الأمانة. وهكذا ننتهي من شرح هذا الدرس. أتمنى أن تكون المعلومات قد وصلت إليكم، ونعود إلى الكتاب لحل باقي الأسئلة التي ذكرت ضمناً في شرح الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.